أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال لها أنه ما زال مصير المسؤولين المقربين من الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومساعديه غامضاً، وذلك إثر اتهامهم بالمشاركة في تحركات تستهدف أمن الوطن واستقراره. ونقلت الصحيفة عن أقارب لهؤلاء المسؤولين والمساعدين قولهم إن السلطات الأمنية تحتجزهم ولا تسمح بالتواصل معهم، معتبرة أن ذلك يثير شكوكا بخصوص إعلان الديوان الملكي الهاشمي الوصول لحل للأزمة. والذي أثار الريبة أكثر هو تسجيل صوتي جديد للأمير حمزة يتحدث فيه عن التوقيفات التي تمت بحق معارفه. والله ستي اعتقلوا عدد كبير من الناس أو من معارفي اليوم، مش مبين الآن يعني شو لوين يعني وبعين الله، لكن أتمنى على الجميع أنه ما يكون في تهديد أو ملون، فهذا اللي بيهمني أنا، أو تلويح لا سمح الله بأي شكل من الأشكال، ومنشوف شو بيصير. يعني الخطوة الجاية عندهم، احنا توقع الآن اللي علينا أن نكون. وحول ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأمير حمزة في الأيام المقبلة يجيب الأمير قائلا: والله الآن أتوقع الصبر لحتى تبين أهدافهم، لأنه بالمحصلة يعني أتوقع هم بدهم ردة فعل وبدهم ذريعة، فالآن يعني أنا صرت مخبر الجميع اللي معارفي بالخارج، متوقع أنهم يقطعوا عنا النت كمان شوي وبتشوف يعني بنشوف. كما تخوف الأمير على وضعه محذرا من اختفائه القصري أو التهديد بالقوة. بدها شوية صبر طبعا، إذا اختفينا كل واحد حر، لكن أتوقع أهم شيء ما يكون في تهديد بعنف أو أي شيء مثل هيك، لكن إظهار الحاصل يعني بجوز يكون مطلوب خلال الفترة القادمة. التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقا للمسار القانوني. وكان في وقت سابق قد نشر الديوان الملكي الهاشمي الأردني الاثنين رسالة وقعها ولي العهد السابق الأمير حمزة، معلنا وضع نفسه بين يدي أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، ومتعهدا بالالتزام بدستور الأردن وبأن يكون دوما للملك وولي العهد عونا وسندا. في المقابل أوردت نيويورك تايمز أن ياسر المجالي مدير مكتب الأمير حمزة ما زال قيد التوقيف بمكان مجهول برفقة قريبه سمير المجالي، وفق ما أكده للصحيفة أفراد من العائلة التي تتحدر من إحدى أهم العشائر في الأردن.